السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهائي السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء اللي هيتلعب النهاردة إن شاء الله. هنتكلم في الفيديو ده عن تشكيل النادي الأهلي للمباراة وأهم العناصر اللي ممكن تحسم للنادي الأهلي وإيه هو التفكير اللي بيفكر فيه بيتسو موسيماني ليقابل بيه فريق الرجاء. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ تعمل لايك للفيديو عشان بيحمسني كده إن أنا أكمل. يلا بينا نبدأ تشكيل النادي الأهلي. طبعا تشكيل النادي الأهلي في حراسة المرمى الشناوي، في طبعا باك الشمال علي معلول، بدر بنون، وايمن اشرف لو جاهز 100% بعد الاصابه اللي جات له في بطوله كاس العرب، وعلى الجنب اليمين اكرم توفيق. كلنا شايفين المستويات الكبيره اللي قدمها اكرم توفيق في الفتره اللي فاتت، وطبعا يستحق مكانه كاساسي في تشكيل النادي الاهلي. بيتسو موسيماني هيلعب بثلاثه ولا باثنين؟ اقول لك ان بيتسو موسيماني هيلعب بحمدي وديانج والسوليه في قلب الملعب، وقفشه على اليمين بيستا، وعلى الشمال وفي الامام محمد شريف. هو ده التشكيل الاقرب واللي بيفكر فيه بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني بيفكر دايما في وجود ثالث في نص الملعب اللي هو حمدي فتحي، عشان بيقوم بادوار نص الملعب او لاعب رقم سته، وكمان بيلعب على ان هو يرجع ويبقى ليبرو، وكمان بنشوفه بيزيد بشكل كبير جدا ويبقى جاي دايما منطلق من الخلف وبيكمل في ال 18 في الكرات العاليه بشكل مميز جدا، زي ما بيكمل برضه في منطقه النادي الاهلي في الكرات العاليه بشكل مميز جدا. ميزه كبيره جدا عند حمدي فتحي انه بيعرف يلعب الكرات الهوائيه، وكمان قاطع جيد للكره، شرس جدا في التدخلات، ما بتحسش ان اللاعب عنده هزار في منطقه التدخلات او منطقه الدفاع بتاعه النادي الاهلي، زيه زي اليو ديانج اللي طبعا بيزيد مع الهجمه بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت، نظرا لان انت كده كده مامن ظهرك بلاعب زي حمدي فتحي. وبنشوف التسديدات بتاعه اللاعب، وبنشوف ان النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت الاداء اختلف مع الخطه الجديده والتشكيله الجديده للنادي الاهلي، وبيتسو موسيماني بيقدم لنا في الفتره اللي فاتت شكل جديد للنادي الاهلي بعد ما اختار هو اللعيبه بتاعته بايديه وجاب التشكيله على عمزاوي واضاف الناس الجديده السنه دي في القائمه الافريقيه، حسام حسن وكريم فؤاد وبيرسيتاو ولويس ميجسوني وباقي العناصر، اضاف سته في القائمه الافريقيه. طبعا الزمالك كان بيلعب النهارده في الدوري مع المقاولين، المباراه انتهت 2-1، وباقي نتائج الدوري هنزلها لكم حالا. وطبعا دي كانت تشكيله النادي الاهلي. لو اول مره تشوفني انزل اشترك في القناه، فعلى جرس كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.